الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت ولي كل نعمة. صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه من العلماء والأئمة ومن سار على نهجهم وعلينا معهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات سيقت في أواخر قصة المخلفين عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك رضي الله عنه ورفيقاه، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. وقد مررنا فيما تكلمنا به سابقا عن قصتهما أو قصة الثلاثة الذين خلفوا أصحاب هذه الحادثة، التخلف عن غزوة تبوك. في نهاية القصة يقول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد أن تكلم عن هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزوة وكيف أخر التوبة عليهم حتى التجوا إلى الله حقيقة ورجعوا إليه وصدقوا في الإقبال عليه، تاب عليهم ونزلت هذه الآية. أكررها مرارا لأنها من عظيم آي الله، وكل آي الله عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لو سألك سائل ما حكم التقوى؟ سنة مؤكدة؟ لا، واحد جائز بصير يساوي التقوى ما يساوي؟ طبعا التقوى ينبغي أن نعرفها كلنا، هي فعل الفرائض والأوامر وترك النواهي والمحاذير ما حذر الله منه. فبناء على ذلك ما حكم التقوى؟ سنة أم فرض؟ فرض. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وحرف عطف، كونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، فالواو حرف عطف، عطفت هذه على هذه. فإذا كانت التقوى فريضة فما حكم كونك مع الصادقين؟ فريضة أخرى. قال: كيف أكون مع الصادقين ومن الصادقون؟ الصادق هو الذي يمضي مستقيما على طاعة الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال لنبيه: فاستقم كما أمرت. الصادق هو المستقيم على طاعة الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو الصادق. الصادق ينعكس صدقه على كل أقواله وأفعاله. صادق في لسانه، صادق في أفعاله لأنه مستقيم على الطاعة، صادق في هيئته، صادق في صداقته، صادق في مودته، صادق في تعامله مع الناس، صادق في بيعه وشرائه، صادق في عبادته. لعل بعض الناس يقول: هؤلاء قليلون. قد يكونوا قليلين، ولكن من بحث وجد، وأما من أهمل فإنه لن يجد إلا شرا. هناك الصالحون والصادقون في كل زمان ومكان، ولو خلت منهم أرض لهلك أهلها. فالله تعالى يرحم العباد بعباد صالحين أتقياء، وقد يكونون أخفياء أحيانا لأنهم متوجهون لأنفسهم بتهذيبها وإصلاحها. ينبغي علينا جميعا أن نلحظ صحبة الصادقين. ابحث يا أخي المسلم عن إنسان ترى فيه صلاحا وتقوى وصدق لهجة وحديث وصدقا في العبادة وصلاحا في أمر دينه،
فامشي معه وصادقه وصاحبه وكن معه. كن مع الكينونة معه وكونوا مع الصادقين، كأنك تلازمه كأنه ظلك الذي لا يفارقه. وعلى عكس ذلك ما حكاه الله تعالى لنا في سورة الصافات، فقال يحدثنا عن أهل الجنة وقد دخلوا الجنة وتجري بينهم أحاديث يستذكرون فيها ما مر معهم في الدنيا، قالوا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة، عما جرى لهم في الدنيا. قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب، القرين الصاحب الصديق، ما شأنه؟ يقول وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. لسه أنت بتروع الجامع خرفان أنت، ناس وصلت الأمر والسكروت تصلي وتصوم، أإنك لمن المصدقين، لسه في دين بهذا الزمان؟ ما عاد هذا كل هذا تخاريف الأقدمين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، انظر إلى بائنا وأجدادنا صاروا في القبور وتفتتت عظامهم ولم يبق منهم شيء، أإنا لمدينون، مدينون يعني محاسبون في يوم قيامة، كما يقول بعض اليوم الله بفرج الله، ماذا تعني؟ كأنك تقول ليس هناك قيامة إذا؟ أإنا لمدينون سنحاسب؟ هذا هو الصديق الذي هو عكس الأول، ما شأنه؟ حدثنا الله فقال عن الصديق الذي استقام على الطاعة، قال فاطلع فرآه أي صاحبه السيء في سواء الجحيم في القعر. الله تعالى أطلع المؤمن بعد أن أدخله الجنة وهو يحدث أصحابه من المؤمنين في الجنة عما كان معه في الدنيا وعما رآه في الآخرة. صاحبه هكذا كان يقول له في الدنيا، في الآخرة لما دخل الجنة أطلعه الله قال انظر، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، لم يطق صبرا، قال تالله إن كدت لتردين، تالله والله أقسم بالله أنا وقفت على شفا جرف انهار لحظة واحدة كنت كدت لتردين، يعني لتلقيني في مثل ضلالك وكفرك وانحرافك وزيغك وبعدك عن طاعة الله، إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي بأن هداني وثبتني ووفقني وحفظني من أن أنجر معك بعد أن كنت صاحبا وقرينا لي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في النار. أفما نحن بميتين؟ أكذا كنت تقول لي؟ إلا موتتنا الأولى فقط نموت ولن نحيا بعدها، وما نحن بمعذبين؟ أكذا كنت تقول؟ هذا حال الصاحب السيء. والله تعالى في الآية الأولى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بالله عليك أخي من صاحبه؟ قال لي صحبة كتير نصهم ما بصلوا، لا يصلون وتماشيهم، هذا هو الأمر الإلهي وكونوا مع الصادقين؟ الذي لا يصلي من الصادقين أم هو أكذب الكاذبين؟ ثم يقول لك بعد ذلك الشغل هون إيش هون؟ هون خراب، هنا خراب، تلعب الأفاعي والعقارب والشياطين والعياذ بالله. أي صلاح وأي صدق وأي خير في من لا يعبد الله؟ أنا لا أقول لك صلي لأبيك ولا لأخيك ولا للمسجد، صلي لمن خلقك ثم تقول قلبي طيب، معلش أي طيب فيك وأنت لا تعبد الله؟ أصحابك لا يصلون لا خير فيهم، واظب على نصحهم، ولكن وفي كثير من الأحوال هذا ما يكون، إن كنت أضعف منهم وهم الذين سيجرونك إلى معصيتهم فقل هذا فراق بيني وبينك، توقفنا هنا، انقطع كل شيء، لا صداقة ولا صحبة،
إنسان أمشي معه وأنا بفضل الله لا أقع فيما يقع فيه. قال ماذا يقع؟ كل شوي بغضب، يغضب، بكفر، مسلم ويكفر، وكل ما غضب يكفر، وتمشي معه. أفلا تخاف أن تنزل عليك وعليه صاعقة من السماء؟ قال أنا إيش دخلني؟ دخلك أنك تمشي معه، إني كان لي قرين. لما تمشي معه؟ قال أنصحه كل كم؟ قال كل ما صلي كل سنتين بقول له مرة. أما تتوقع نزول العذاب عليك يا أيها الإنسان؟ مثل هذا لا يصاحب يا أيها الإخوة. كونوا مع ابحث. قال كما قلنا، نحن إذا أردنا أن نشتري شيئا من متاع الدنيا بسيطا نسأل واحدا واثنين وثلاثا، إن كان من الطعام أو الشراب أو اللباس أو غير ذلك، نبحث حتى نجد الأرخص كما يقال والأجود وهو. فكيف بنا إذا أردنا صلاح ديننا؟ أفلا نبحث عن صالح نمشي معه؟ هذا الصالح قد يكون شيخا، عالما، قد يكون صديقا، قد يكون أسن منك، وقد يكون أشب منك. قد تجد هذا الصالح في أي مكان، ابحث عنه. الصادق في دينه موجود، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته أبدا، ولو خلت كما قلنا لحل العذاب بأهلها. فابحث عنه رحمك الله، ابحث عنه رحمك الله. كانوا قديما يقولون كلمة لا بأس بذكرها والتعليق عليها، لأنها تقال قديما وكثيرة على الألسنة، ثم صارت موضعا للسخرية، وهي في أصلها فيها شيء من الخطأ، وكذلك السخرية منها خطأ. كانوا يقولون قديما، الذي ليس له شيخ بالعام المال شيخ، شيخ الشيطان. هذا قديما كان مشهورا على الألسنة كثيرا، وفي عصرنا أو من قريب من عصرنا صارت هذه الكلمة موضعا للتندر والسخرية. شلون يعني المال شيخ شيخ الشيطان؟ منين جبت أي حديث؟ لا ما أي حديث، منين عم تقتلع من عقلك؟ كذا، أنت كذاب، كلامك صفر، كذا. ما الذي يقصد هذا الإنسان الذي قالها من القديم؟ ما الذي يقصد؟ إنما يقصد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لعله لم يحسن الصياغة، لعله هو إنسان عامي من بسطاء الناس، ليست الكلمة هذه نفسها حجة. الحجة كلام الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شئت كما قلت فاعتبر هذا الصادق شيخا اعتبره، إن شئت أن تعتبره صاحبا اعتبره، إن شئت أن تعتبره تنظر إليه من بعيد ترى صدقه أمانته أخلاقه تتأثر بالنظر منه فاعتبره يا أخي، أي شيء اعتبره. ليست الكلمة كما قلنا آية أو حديثا حتى نجعلها حجة، لكن هذه الآية حجة علينا جميعا أن نكون معهم قلبا وقالبا، ننظر إلى من هو أتقى وأصلح فنماشيه. نستذكر دوما أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان يقال له إلا صاحب رسول الله. طيب كل الصحابة أصحاب رسول الله، ولكن هذا اشتهر بمزيد خاصية الصحبة، أعطى الصحبة حقها، كان مع الصادقين حقا فسمي بذلك، ولم تنفك عنه هذه الكلمة ولم تنفك عنه أبدا. الإنسان الذي يمشي مع من هو أصلح إن رآه على طاعة توجه إليها، وإن رآه صاحبه الصادق على معصية نصحه بلطف. وأما إنسان كما ذكرنا البارحة في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل شيء عكيفي أنا بساوي، تعال نتحاكم للدين، ما في دين إن شاء الله، أنا البختر لي بساوي، تعال في عالم، في صادق، كونوا مع الصادقين، أنا أحسن من كل العلماء، أنا أحسن من كل الناس، أنا أفهم من كل الخلق. طيب إذن هذه الآية ينبغي بناء على كلامك يا أيها الإنسان الكريم أن تحذف أصلا، أنت أصلح من كل الناس. عجيب مثل هذا الكلام. الإنسان يبحث عن الصالح ليرافقه ليصاحبه، كما قلت سمه ما شئت،
اعتبره ما شئت، امضي معه كيف شئت، المهم أن يكون لك مرجع إذا وقعت في ذنب تنظر إليه فيكون فيه خير. رحم الله من قال قديما: لا تصحب من لا ينهبك حاله ولا يدلك على الله مقاله. من الصباح إلى المساء من أهل الغفلة، لا يذكر الله مرة واحدة، لا يتوجه إلى طاعة في اليوم. أي خير في صحبة هذا؟ أي منفعة في صحبة هذا؟ عكس الذي يذهب إلى الجماعة فيشدك معه: اذهب يا أخي، تمضي معه، قد تمضي معه خجلا يوما أو يومين، ثم بعد ذلك تذوق لذة الجماعة فتواظب عليها. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الأمر ينبغي أن نلحظه بعين العناية الخاصة منا جميعا. فإذا وقع الإنسان في ملمة وكان له صاحب سأله واستفتاه واستنصحه وسأله الدعاء والمعونة بإذن الله تعالى بتذكيره وتنشيطه فانشرح صدره، نحن ما عدنا نرغب في هذا إلا ما رحم الله تعالى. نرغب في إنسان بالعامي جرار بحكي نكت، سلي، نحن متضايقين، نواعد سلينا في الليل، قصنا هيك، احكي لنا، هذا صاحب. أي صاحب هذا؟ أما كفانا ذنوبنا؟ أما تكفينا أثقالنا وأوزارنا حتى نأتي بأوزار غيرنا لنجتمع معهم على أوزار فوق أوزار ليحملوا أوزارهم على ظهورهم؟ كيف بالإنسان كذلك؟ بينما سمعت كلمة طيبة منه، تذكيرا، موعظة، لفتة، تنبيها، أو رأيته مجرد رؤياه، ذكروا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن لله عبادا إذا رأيتهم ذكرت الله. وهو قد ورد في بعض ألفاظ تنسب وترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ضعيفة، عن الحسن البصري ثابتة. إذا رأيت، هذا حقيقي، كلنا نعرف، قد نرى وجها فنقول: ما شاء الله، ما هذا الوجه الطيب، ما هذا الوجه الصالح. يا أخي، إن رأيت فيه، التمست في وجهه صلاحا، فحاول أن تصاحبه. يا أخي، امشي معه. يا أخي، تقرب من، لعله إن شفع يوم القيامة يشفع لك رحمك الله. أما صاحب السوء، ما الذي تفعل به؟ إلا أن تضيع وقتك وتحرق عملك الصالح وتضل وتنحرف عن طاعة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يكرمنا بالصادقين والصالحين وأهل التقوى والإيمان فيكونوا رفقاءنا في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. في النار.